حروح لفقرتنا النفسية. صحيح سلمى، واللي هي المهمة جدا بهي الفترة، خصوصا انه التأثير الكبير عم يجي على الأطفال. فكرنا ولو لمرة، يا ترى انه الطفل مثله مثل الإنسان البالغ ممكن انه يتعرض لصدمة نفسية وتتأثر معه بشكل كتير كبير؟ ممكن هذا الشيء يكون أمر شائع جدا، ولكن نحن بنكون غير مدركين لهالشيء، ممكن ما نلاحظ حتى وجوده. بس إذا لاحظنا وراقبنا تصرفات الأطفال المتكررة واللي بتكون هي نوعا ما مانا عادية أو خارجة عن المألوف، ممكن هذا الشيء يكون مؤشر هام لحدوث صدمة نفسية عم يعاني منها هذا الطفل. أكيد عفاف، لما بنحكي عن مشاهد عنف قاسية يمكن عم بيشاهدها الطفل، عم نحكي عن مشاهد قتل عم بتصير أمامه، جثث عم بيشوفها لأطفال مثله مثلهم، أو حتى لأهالي لعائلات، عم يسمع صرخات الأطفال يلي عم تنده عن أهلها وما عم بتلاقي مجيب. كل هاي الظروف ممكن تحطه ضمن صدمة نفسية. يمكن بالبداية ما نشعر بهذا الشيء، ما نعرف مدى خطورته، ولكن بعض المؤشرات والسلوكيات يلي رح نسأل عنها ضيفتنا المختصة ونتعرف منها كيف بنقدر نكشفها، وأيضا كيف بنتعامل معها، وهل مراحل الصدمة النفسية عند الطفل هي نفسها مراحل الصدمة النفسية عند البالغين، وطرق العلاج وغيرها من الأسئلة، كلها رح تعرفنا عليها طبعا الدكتورة رولا صيداوي، اختصاصية وأستاذة في علم النفس. صباح الخير دكتورة، وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير، يسعد صباحك. خلينا بالبداية دكتورة نعرف التأثير الكبير يلي عم يجي على الأطفال من خلال مشاهدة صور أو فيديوهات أو حتى بالحياة الاجتماعية، أو ممكن يشوف مناظر حدا عم يتعرض لعنف قدامه، ممكن هو ما يتعنف بطريقة مباشرة ولكن يشوف دائما عنف قدامه من خلال مشاهد أو صور أو حتى على أرض الواقع. خلينا نحكي على تأثير هذا الشيء على نفسيته. بداية منقول منعرف الصدمة هي استجابة عاطفية لحدث مؤلم، حالة طارئة أصابت سواء البالغ أو الطفل، بتكون شديدة أو بتكون متوسطة أو بتكون نوعا ما خفيفة. هلأ أكيد الصدمة لما بتكون على الطفل بتكون هي صعبة، لأنه هو جسمه يعني قدراته تفكيره بيختلف عن البالغ، بيختلف عن الراشد، بيختلف عن الكبار. هو باعتقاده صغير، باعتقاده أنه نهاية الحياة، ما عاد عنده رغبة للاستجابة لأي شيء، وخاصة يكون صغير مثل الصدمة اللي صارت عند أطفالنا، والله إن شاء الله ما يعيدها يا رب ويحمي الجميع. كارثة الزلزال، فقدوا آبائهم بثواني، فقدوا الحياة، فهيون بتكون شدتها كتير قوية على الطفل، لأنه هو أصلا ما بيعرف شو، لا يعني الخطوات اللي لبعدين، بيعتبر خلاص هو الموت وما عاد عنده أي رغبة. منأكد على الإحاطة بهذا الطفل حتى قدر الإمكان نقدر نطلعه من هالأزمة اللي هو فيها. صحيح دكتورة، يعني مثل ما حكينا بالبداية الصدمة النفسية إلى مؤشرات، هاي المؤشرات بتكون واضحة بسلوكيات بترجمها الإنسان تماما. ولكن الطفل الصغير ممكن تختلف سلوكياته وأحيانا بتتشابه، يعني نحن بنعرف مشاكل كثيرة متواجدة عند الأطفال مثل العناد والغضب، نوبات الغضب ما إلى ذلك، ممكن تتشابه أحياناً مع ردة الفعل عن الصدمة النفسية، ولا لا سهل تمييزها؟ بالنسبة للطفل بتكون واضحة، وقت تجي صدمة نفسية بتلاقي عنده صراخ، أو بتلاقي عنده انطواء وانعزال واكتئاب، وأصلاً بيفقد الكلام. بعض الأطفال بتفقد الكلام، ما عاد عنده قدرة تتكلم تعبر عن اللي بداخلها. بعض الأطفال العكس، لا بتصرخ، أي حدا بيحاكي كلمة بيصير صراخ كبير، بيصير عندهم رشفة، بيصير عندهم هبوط بالضغط، بيصير عندهم زيادة ضربات القلب، بيصير عندهم بالجلد شحوب كبير بالجلد، نتيجة لأنه هن أصلا هن صغار، إدراكهم واستيعابهم مو مثل الكبير، يعني ما بيقدر أنه فلان وفلان صار معهم نفس الأمر، لا عندهم أنه فقط هو الوحيد. فبالنسبة للسلوكيات مثل ما تفضلتي وقلتي، أكيد هي بتبين واضحة. البعض بيصير عندهم أكيد تنمر، بيصير عندهم ردة فعل، بيصير عندهم قسوة، بيصير عندهم عدوان نتيجة الصدمة. أحيانا مو صدمة مثلا أنه فقدان أحد الوالدين، أحيانا مثل ما ذكرنا انهدام البيت، أحيانا لا تنمر من زملائه بالمدرسة، بيصير عنده نفسي صدمة نفسية، بيكره أصلا يروح على المدرسة. فهي بتكون واضحة، في أمور بتتشابه شيئا ما مع اليافعين،
قدر يعني بي بي بكم يعني كم من الأعراض، لكن مو كلها لا أكيد عند الطفل بتبين بشكل واضح. الكبير بيستنى يعني بياخذ وقت اكثر لحتى يكتشف الشخص المقابل انه هذا عنده صدمه بالتدريج لانه بتجي. دكتوره بعد. اليوم كثير مشاكل ممكن تصير بالبيت، يعني هو البيت اكثر شيء اكثر مكان ممكن يعيش فيه الطفل ويواكب كل الاحداث الموجوده من خلال الاهل او بيته الجد او حتى الاقارب. ممكن هون كمان يصير في عنف ضمن البيت، في ضرب بالاهل تشاجروا مع بعض، أو ممكن كمان يصير حالة وفاة. هاي الأمور كلها تترك كمان آثار نفسية عنده، ممكن تأثر على المدى البعيد لإله ويكبر وتضل هاي الكدمات جواته ما عم يتعالج منها. هون شو ممكن نحن نساوي أو كيف طريقة التعامل مع هيك حالة؟ صدمة لما بتجي على الطفل مثل ما ذكرتي حضرتك، فقدان أحد الوالدين، وفاة، أي سبب، بده يكون في احتواء كامل. هو بالنسبة له إذا صار في هذا الاحتواء ممكن نرمم الخلل اللي صار عنده بفيزيولوجية جسمه، يعني هو بالنسبة له فقد، فهو ما بيعرف. لذلك نحن بنقدر أنه نحاول نرمم احتواء كامل. أحيانا بعد فقدان أحد الوالدين بينتركوا الأولاد عند حدا من الأقارب، الأم بتروح مثلا، مثال الأم موجودة والأب بتوفى، فهي بتروح مثلا بتترك الأولاد أو العكس، فهون الأولاد بيضيعوا. الفكرة أنه ما عاد في مين يحتويهم، فهون بيفقدوا أصلاً الأمان والطمأنينة بالحياة، إنه الأب والأم خلاص ما عاد في أي لبعدين لحتى يشوفوا ممكن حالات مشابهة. هلأ بتتعالج أي صدمة بتصير إذا في احتواء أو في معالجة بشكل صحيح، أكيد بتتعالج. فهون بدنا نكون عنا احتواء، بدنا نكون نسمع الطفل. والأهم وكتير نقطة مهمة ودوماً بأكد عليها، طفل عنده صدمة نحن عالجنا واحتوينا واهتمينا فيما نتركه، بعدين بصير عنده ردة فعل سلبية، بصير عنده انتكاس. المشكلة انه بصير عنده أصعب، ترجع الأعراض أصعب من أول مرة. ممكن مرشد، ممكن طبيب نفسي تعلق فيه، ممكن قريب له تعلق في هذا الطفل، إذا تركه بعد فترة وما عاد سأل عنه بصير عنده ردة فعل، بصير الوضع متفاقم أكثر. صحيح. طيب احيانا بيصير في اخطاء ترتكب بمعالجه هذا الموضوع بدءا من البيت وصولا لحتى نوصل للعلاج. في ناس ما بتوصل اصلا للعلاج، ما بتتقبل هذا الموضوع. قد ايه خلينا نقول في له تاثير اهمال الصدمه النفسيه وعدم نكرانه، لا ما في شيء عادي، بكره بينسى، ما صار شيء، ازمه وبتمر. أكيد يعني هذا الأمر بيصير في عنده صدمات نفسية بالكبر بشكل أصعب، بشكل متفاقم أكثر وبدرجة أشد، فأكيد هو في علاج. يعني هون صار في مشكلة صحية ما فينا ننكرها أبداً. يعني أي إنسان عنده عرض من الأعراض، ارتفاع حرارة بده يعالجها، وإلا بصير عنده لا سمح الله صدمة حرارة. فنحن هون إذا ما عالجناها بصير عنده صدمات بالكبار أصعب وأشد، وبصير في الأمر بده مثال أشهر للعلاج، هون بده يصير في عنده سنوات. الاحتواء كتير ضروري، ما بصير نحن مو بإيدنا نحن ننكر حتى ما نقول أمام الغير والله ابني عنده مشكلة أو عنده. كل إنسان بيتعرض. الأصعب إنه ما نقدر نهتم بهذا اللي عنده هاي المشكلة النفسية أو الصدمة النفسية أو المرض النفسي. أي يعني هو ممكن فترة بيتعالج منها بشرط ما يرجع أحيانا يتكرر نفس الموقف. هلأ إذا تكرر، لأنه هي الحياة ما فينا نأمن يعني إنه ما يتكرر، لكن يكون في هذا الاحتواء. يعني كل ما يشعر هو هذا اللي صار عنده صدمة الطفل أو اليافع، عنده في شخص يحكي له ويلجأ له، بصير أي صدمة بصير بتخف مبدئيا. لبين أحيانا في بعض الصدمات بدها أدوية، وحصنا الطبيب النفسي ما فينا ننكر لازم يعطيه أدوية. بعض الصدمات لا بتبقى أخف وأخف شدة يعني، فهو ممكن يعطيه مثلا علاج سلوكي حسب الحالة اللي هو مر فيها. خلينا بس هيك نوقف عند الأعراض اللي حكيتي عنها. نحن ممكن نعيش أمور أو تصير عنا أعراض ما نعرف أنه نحن بدنا أخصائي نفسي يوقف معنا، أو نحن متعرضين لصدمة نفسية من الصغر وهلأ نتائجها على كبر عم تظهر علينا. شو هي الأعراض اللي بتكون على الشخص على كبر؟ إذا عم نحكي على الطفولة، لما بيكون في قسوة، لما بيكون في إهمال، لما بيكون في تنمر، لما بيكون في تمييز بين الأولاد، هي عم نحكي إذا ما فقد صدمة كبيرة أو هاي الأمور بالتربية، فهو بفترة المراهقة رح يصير في عنده نتائج في مرحلة الطفولة. شو هي؟
تماما. بصير في عنده البعض هروب من البيت، البعض بصير في عنده ادمانات، البعض في عنده بيترك المدرسه وبترك اصلا كل شيء كان يذكره انه انا هاي الحياه اللي كنت فيها. البعض بصير في عنده بيغيب تماما، البعض بصير في عنده سلوكيات شاذه، البعض في عنده سلوكيات خاطئه مثل السرقه، مثل هذا كله نتيجه التربيه الاولى، المرحله الاولى هي نتيجتها سن المراهقه حصرا. هذول بيبدا يظهر، بيبدا يظهر وبيتطور بعدين، وبيتطور اذا ما تعالج اكيد بيتفاقم، بتفاقم يعني اذا ما تعالج. اما اذا كان في صدمه انه كبيره مثل ما ذكرنا انهدام البيت، فقدان الوالدين او موت او حدا مقرب له، هون اذا كان في احتواء هون ممكن يتعالج منها، لانه هي ظروف قاهره مو بايده. يعني مو تدريجيا، اما التربيه لا، هي خلال سنوات هو عم يتعرض لنفس الظرف، الضرب، القسوه، الاهانه، نفس الظرف، هون بيختلف بقى اكيد. طيب دكتورة رولا، خلينا نحكي بالدقائق اللي بقيانة عن طرق العلاج، إن كان العلاج النفسي، إن كان للأطفال أو اليافعين اللي عم بيمروا بصدمات نفسية. بالنسبة للعلاج، نقطة مهمة كتير دوما التواصل مع إذا كان طبيب النفسي، المرشد النفسي، العلاج السلوكي، هذا بيفيد كتير. الأهم أنه نحن ما نحكي يعني ما قدام الطفل أو اليافع أنه هاي مشكلة ما لها حل، وما يعني أحيانا نظرات الناس لهذا الطفل أو اليافع مؤلمة، مؤلمة كتير. فنحن بدنا يكون قدر الإمكان أنه نحاول أنه ما نجيب أي سر أنه أنت صار معك هيك، ونحكي له حالات كتيرة صارت، حالات صدمات تعرض فيها بعض الأطفال أو بعض اليافعين، حتى هو تخف هاي الوطأة. الصراحة والصدق مع الطفل، الاهتمام فيه، تعزيز الجانب الإيجابي عنده. صح هو عنده هالمشكلة مثلا النفسية، لكن عنده كتير مواهب نقدر هاي نشغله فيها. بس نشغل الطفل أو اليافع بشيء مفيد، إن شاء الله بنحل إضافة للمعالج والطبيب النفسي. ضروري كتير الطبيب النفسي يختلف عن المعالج النفسي يعني أو المرشد النفسي. هون أحيانا في بعض الحالات حصران طبيب نفسي، ما فينا نروح، بعدين بتنتهي المرحلة بينتقل للمعالج أو المرشد النفسي. طيب خلينا نعرف شو هي الحالات، لأنه كتير من الأشخاص ممكن حتى ما يخطر لهم أنه أنا بدي معالج نفسي، يعني شيلك عن أنه الخجل أو الأمور الثانية ما يخطر له ابدا. خلينا نحكي عن الحالات اللي بتستدعي الاكتئاب. كيف بدي اعرف الانطواء؟ انا لما بكون ابني فاقد الرغبه بالحياه، ما عم يقدر يقعد معنا وما بيحب يقعد معنا، واصلا اكله متغير وعم جسمه بلش ينحاف وما يهتم بنفسه، صار عنده اكتئاب، ما يهتم بمظهره الخارجي، سواء حتى الطفل بيهتم بنفسه اذا طالع خارج المنزل اذا او رايح على المدرسه او اليافع او الشاب. الانطواء هذا كمان، الصراخ، السلوكيات، هذا الشدة العصبية، ضرب الوالدين، أحيانا طفل بيجي بيضرب والديه لأنه هو نتيجة صدمة تعرض له، هذا كله ردة فعل. الصراخ يعني واضح أنه فيه عنده مشكلة وتفاقمت أكثر. بالمدرسة مشاكل سلوكية كتير كبيرة، سرقة من زملائه، هي كل السلوكيات تستدعي في مشكلة. التنمر على المرشد، الأستاذ، الإداري، المدير بالمدرسة، نحن عم نحكي طفولة أو يافعين، هذا كلياته باين واضح. التأخير، بتأخر على المدرسة، ما بيروح أبدا بيداوم، وأمام أهله أنه هو عم يداوم. فقدان التواصل بين الأهل والمدرسة كتير صعب، هذا لازم يكون في هاي التواصل حتى يعني يعرفوا شو في ابنه، شو عندهم مشاكل. أحيانا مشكلة الأم ما فيها تكتشفها، إذا ما لها علاقتها منيحة مع ابنها أو الأب ممكن المرشد بالمدرسة. فهي كلياتها سلوكيات واضح عنده مشكلة، مشكلة نفسية. أما الصدمة بتختلف، الصدمة مثل ما ذكرنا في عدة أمور، نتيجة استجابة عاطفية لأمر طارئ مثل ما قلنا، فقدان، وفاة، فقد حادث تعرض له، فقد أحد أعضائه، هذا كله صدمة كبيرة بتكون أكيد. يعني خلال الأيام السابقة ومن بداية طوفان الأقصى كنا عم نشوف فيديوهات لأطفال بغزة كانت مؤلمة جدا فعلا، حتى شفنا ردود فعل الصدمات النفسية عند الأطفال، مثل الطفل اللي بيكون عم يرجف وبس يبلش حدا يحكي معه لا يقدر يعبر ويبكي عن اللي جواته. طبعا هاي الصدمات يمكن بدها سنين لحتى تتعالج، والله يكون معهم ويصبرهم. ولكن اللي تلقى هاي الصدمات ايضا، ان كان مننا اليافعين او الكبار او حتى الصغار، نصيحه بتحبي توجهيها لكل يلي طبعا نحن كلنا مع اهلنا بفلسطين بالقضيه ما أكيد. بنقدر نحيد نفسنا شو ما كان شغلنا، شو ما كانت حياتنا، الا ما تابعنا وشفنا وتعرضنا لهالمشاهد. اكيد ابنائنا واهلنا وناسنا. نقطه مهمه كثير، انه انا ابني ما بدي اخليه بشكل دائم انه بعيد عن اي احداث يضايقه،
ما هو الحياة ما لا ما فيها أمان بشكل عام، أي حياة يعني سواء حياتنا بأي مكان كان. فلذلك نحن أحيانا بالأسرة ومطمئنة وأمور كتير جيدة بيفقد مثل ما قلنا ذكرنا حالة وفاة، بصير عنده صدمة مع أنه هو عايش بكل رفاهية. فهون أنا بدي أعطيه دوما ممكن أذكر له يعني بعض الحالات أنه فعلا في حالة وفاة، في مو أنه عايشه بعالم خاص منعزل عن العالم الخارجي والواقع. الحرب اللي صارت علينا وإن شاء الله ما بتعود بتنعاد، هي قديش مؤلمة، قديش كانت مؤلمة علينا الكبار واليافعين والأطفال. فهون ما فينا نطلع قد ما قلنا لأولادنا إجباري يعني شئنا أم أبينا بدنا شايفين الواقع المؤلم. ومثل كمان في ببلدان تانية، لذلك نحن ما بدنا نبعده عن هذا العالم أنه لا أنت عايش خلص لا تتفرج لا تشوف لا ما لشي. لا نحن ما عم نقول الكل بس لازم يعني يشوف أنه هيك الحياة ولو بقدر مراقب، لو بقدر يشوف الحياة مو كل الحياة مريحة وسهلة وبساطة وفيها كل سبل العيش الرغيدة مثل ما بقول. أكيد لا أكيد أكيد. بالختام نتشكرك، بس قبل هيك أهم النصائح، أهم نصيحتين لكل الأسر اللي عم يتابعونا لحتى يقدروا يلاحظوا تصرفات أطفالهم اللي ما أنا مألوفة أو المتكررة. النصائح هو الصدق والتفهم. الطفل عنده رأي بده يعبره، ما يكون في قسوة، ما يكون في تنمر، تواصل مع حتى نبعدهم عن لا سمح الله الصدمة، التواصل مع المدرسة أو التواصل مع إدارة المدرسة المرشدين. نتفهم احتياجات لكل مرحلة عمرية، احتياج نفسي، وهذا الاحتياج إذا ما عالجناه من الطفولة بصير في خلل أو المرحلة اللي بعدها. فكتير ضروري، مو إنه معناتها ما في أمل، لا، في دوما الأمل وفي دوما علاج، لكن بشرط ما نقطع العلاج بشكل مفاجئ. دوما يكون ابننا نعطيه هي تعزيز مكانته وقدراته ومهاراته حتى بيشغل نفسه، يعني دوما الفراغ مفسدة للمرء مفسدة، فنحن بدنا نشغله سواء طفل أو كبير. كل شيء عنده بترتيب حمله مسؤولية، هذا كله بيصير يعتمد على نفسه. هذا نقاط كتير كتير مهمة، سواء لمنذكر فيها أنفسنا أولا ومنذكر فيها الأمهات والجميع. صح. بالختام نشكرك دكتورة، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا لك. شكرا.